أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة تقدير، وطبعا راح تكون بشكل احترافي وسهل بنفس الوقت. تابعونا. أهلا بكم من جديد. طبعا راح تكون هذه الشهادة بشكل عمودي، وطبعا أفضل مقاس للشهادات هو مقاس A4. فنذهب من قائمة تخطيط ومن ثم الحجم، نتأكد انه المقاس A4، وطبعا راح يكون الاتجاه عمودي اللي هو الافتراضي. طيب الان من قائمة ادراج صورة، طبعا للتنويه هذه الصور راح يتم ارفاقها مع هذه المحاضرة، بامكانكم ان تحملوها مجانا. طيب الان راح نضيف الباك جراوند اللي هي هذه الصورة ومن ثم ادراج. طبعا حتى نحرك هذه الصورة لابد انه نعمل لها التفاف النص، وبما انه هي هذه باك جراوند فيفضل انه يكون التفاف النص هو خلف النص، فنضغط كليك ايمن ومن ثم التفاف النص ونختار خلف النص. الان راح نكبر الصورة بكبر حجم الورقة، هذه هي الطريقة طبعا. ممتاز. الان من قائمة ادراج صورة راح نضيف المخطوطة الخاصة بشهادة تقدير، طبعا راح نضغط عليها كليك ايمن ونعمل لها التفاف النص اللي هو امام النص، وطبعا راح نصغرها بهذا الحجم، ممكن طبعا تصغر اكثر بهذا الشكل. الان من قائمة ادراج صورة راح نضيف طبعا هذه الزخرفة، وطبعا ايضا نضغط عليها كليك ايمن ومن ثم التفاف النص ونختار امام النص حتى تكون بالأمام، وطبعا حتى نحركها بحرية. الآن راح نصغرها، طبعا ممكن تكون بهذا الشكل. جيد. الآن طبعا بإمكاننا أن نضغط على شفت نحدد الصورة الرئيسية، وطبعا نبقى ضاغطين على شفت ونحدد الشهادة، مخطوطة الشهادة ومن ثم الزخرفة. ومن قائمة تنسيق نذهب إلى محاذاة ونختار محاذاة إلى الوسط حتى نتأكد أنه كل المحتويات بتوسيط الورقة. الآن من قائمة إدراج راح نضيف مربع نص حتى نضيف محتوى الشهادة، طبعا بهذه هي الطريقة. طبعا تم كتابة المحتوى اختصارا لوقت الفيديو. طيب الآن راح ننسق هذا المحتوى من خلال نضغط على Ctrl A، وطبعا من الصفحة الرئيسية راح نختار مثلا 16 أو 22، وطبعا راح نختار نوع خط وليكن مثلا هذا الخط، ومن ثم توسيط، لا بأس انه يكون حجم الخط 24. الآن من قائمة تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الآن راح نحدد الباك جراوند وشفت ونحدد النص، وطبعا من قائمة تنسيق محاذاة إلى الوسط بهذه الطريقة. راح نكبر اسم الشخص من خلال الضغط على حجم النص وليكن بهذا الشكل، وراح يكون طبعا باللون الأحمر بهذا الشكل، لا بأس طبعا نكبر حجم النص ممكن يكون 26 بهذه الطريقة. الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف هذه الصورة طبعا، وراح نعمل لها التفاف النص كليك ايمن ونختار امام النص، طبعا راح نصغرها ويكون بهذا الحجم، وراح نضيفها بهذه المنطقة طبعا. الان من قائمة ادراج مربع نص، رسم مربع نص، طبعا راح نرسم بهذا المكان مربع نص، وراح نكتب شركة، طبعا راح نكبر الخط وراح نختار نوع خط آخر وليكن طبعا هذا نوع الخط. من قائمة تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي، ممكن يكون حجم النص بهذا الحجم، طبعا راح نضيف هذه العبارة بهذه المنطقة. راح نضغط على كنترول، وطبعا
مع الاستمرار بالضغط على كنترول ونسحب حتى يتم الاستنساخ، او ممكن نعمل كوبي بيست للنص. وطبعا راح نكتب المجتهد بهذا الشكل، لا بأس انه طبعا تصغر النصوص، يعني ممكن يكون حجم 16، المجتهد ممكن تصعد. ايضا طبعا راح نستنسخ الكلمة، وراح نغير السطر الثالث الى العربي، وممكن يكون 16. طبعا فقط ننسق الاماكن، هذا الشكل مثل ما نلاحظ. الآن ممكن طبعا نستنسخ هذا النص من كنترول، طبعا نخليه بهذه المنطقة، ونكتب مثلا طبعا ممكن يكون حجم الخط 16 وتوسيط بهذا الشكل. بهذه الطريقة طبعا. وطبعا لا بأس انه نضيف تاريخ، مثلا تاريخ عشوائي. وطبعا بهذه المنطقة راح يكون التوقيع. مثل ما نلاحظ اصبحت عندنا شهادة تقديرية احترافية وبسيطة بنفس الوقت.